يقول: إن لدينا أرضا تسقى على سيول الأمطار على عهد جدي، أي قبل 30 عاما أو أكثر، ولم يكن بتلك الأرض سوى أشجار السدر، وقد كانت هذه الأشجار ذو فائدة كبيرة في ذلك الوقت، فقد كانت فروعها تستخدم في سقف البيوت، وأوراقها في طعم المواشي، وثمرها الذي يسمى الدوم للأكل. وقبل أن يتوفى جدي رحمه الله تعالى أوصى بأحد هذه الأشجار صدقة، وكما ذكرت فقد كانت لهذه الشجرة على عهد جدي فائدة وبعد وفاته لمدة، ولكن تغير الحال اليوم وأصبح الفائدة من هذه الشجرة محدودة جدا. وبعد أن من الله علينا بالخير وله الحمد على ذلك، قمنا بحفر بئر في هذه الأرض، وقمنا بتركيب مضخة، وأصبحنا نزرع هذه الأرض بالحبوب والثمار المختلفة بعد أن قلعنا أشجار السدر، إلا تلك الشجرة التي أوصى بها جدي. فضيلة الشيخ، هل نقوم بقلع هذه الشجرة ونقيس المساحة التي هي واقعة عليها، ونقوم بزرعها بما تزرع به الأرض، ونتصدق بما زرع على هذه المساحة، أو نزرع بدلا منها أشجار البرتقال ونتصدق بالثمر؟ هل يحق لنا أن نأخذ ما زرعناه في هذه المساحة مقابل ما نقوم به من الإشراف وإصلاح الأرض وسقياها؟ ولله الحمد، نحن لسنا بحاجة، ولكن نريد الإيضاح. جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن وصية الميت إذا كانت كما ذكر السائل على جهة بر، يجب حفظها وتنفيذها كما ذكر الموصي ما دام يستفاد منها. أما إذا أصبحت لا يستفاد منها، فإن الواجب مراجعة المحكمة الشرعية للنظر في موضوعها، لأن الأوقاف والنظر فيها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية. فارجعوا إلى المحكمة الشرعية في بلدكم، والقاضي إن شاء الله سينظر فيما هو الأصلح. نعم.